حسن الظن بالله تبارك وتعالى أن الله لن يضيعك. لكن حسن الظن بالله متى بيظهر؟ لما تكون في شدائد، عند المرض، عند الدين، عند المصيبة، عند الشديدة، هون بيظهر حسن ظنك بالله عز وجل أن الله لن يضيعك. لما بضيق العيش عليك وضيق الرزق عليك، هون بيبين أنت ماذا تظن بالله عز وجل. لما الدين بغلبك، هون بيبين ظنك بالله عز وجل. لما بتفتح يديك عشان تدعو، هل أنت بتدعو الله عز وجل بس كلام يا ربي ويا رب، ولا أنت من جوا عندك عقيدة وقناعة وثقة أن الله قادر على أن يحقق طلبك؟ لما تيجي تتوب وتقول له يا رب أستغفرك وأتوب إليك، هي كلمة بتنحكى ولا أنت من جوا فعلا تعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل قادر على أن يتوب عليك ويغفر ذنبك ويستر عيبك؟ حسن الظن بالله تبارك وتعالى معناه أن تعتقد أن تدبير الله عز وجل أولى من تدبيرك، وأن تسيير الله للأمور في هذه الدنيا وإن كانت عكس مرادك، لكن الله ما سيرها بهذا الشكل إلا المصلحة إليك، وأن الله عز وجل إذ يجري الأشياء على غير الأهواء. في أشياء كثيرة تحصل معنا بالدنيا غير مفهومة المعنى، لكن اعتقادك من جوا والله ما صرفها عنك إلا لأن الله يريد لك الخير، أن الله عز وجل لا يريد لك إنك تورط فأبعد أشياء معينة عنك. وعلى فكرة هو نفس الظن بالله عز وجل عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة، من أجمل أنواع العبادة اعتقادك أن الله عز وجل لطيف، أن الله بحميك، أن الله بيدفع عنك، أن الله يقضي دينك، أن الله يغفر ذنبك. حسن ظنك بالله عز وجل هو اللي بيرتب كثير من أجزاء حياتك. لما يكون قلبك مليان حسن ظن بالله عز وجل وأنه أنا مش بتيسر وظيفة اليوم، لكن الله قادر على أن يخلق وظيفتي، أنا اليوم علي دين لكن الله قادر يسد ديني، اليوم مريض الله قادر أن يشفي مريضي أو يشافيني، حسن ظنك بالله عز وجل والله له أثر في حياتك. وحسن الظن بالله عز وجل لن يضيعك، عشان هيك المسلم ظل قلبه مع الله معلق بالله تبارك وتعالى، إن الله ما بيخزيني سبحانه وتعالى، لأن الله لن يخذلني سبحانه وتعالى. أنت هذا ظنك بالله عز وجل، هذا ظنك يا أختي بالله تبارك وتعالى، أن الله بيوقف معك، أن الله سينصرك، أن الله عز وجل سيظهر الحق إليك، أن الله تبارك وتعالى سيقضي دينك، أن الله سيشفي مريضك، أن الله عز وجل سيبلغك حاجتك، هذا ظنك بالله تبارك وتعالى. عشان هيك دائما وأبدا راجع قلبك قديش مدى نظرتك في الله عز وجل. وظني فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي حسن ظني. ودائما وأبدا خلي قلبك وخلي اعتقادك وخلي حسن ظنك مع الله، وكون كلك مع الله. وبدي أسأل سؤال، هو لما سيدنا إبراهيم عليه السلام حط هاجر وابنها إسماعيل عند البيت لسلام في كعبة بواد غير ذي زرع، وسحب حاله في ظهره ومشي، قالت له وين؟ قال لها الله أمرني. قالت له الله أمرك؟ قال لها الله أمرني. شو قالت؟ إذن لن يضيعنا، مش ربنا اللي قال لك هيك؟ خلاص شوف قد بالله عليك، شوف قديش الثقة بالله عز وجل، لن يضيعنا. لما سيدنا جابر ابن عبد الله في غزوة الخندق اجى على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ايه غدية لك ولبعض اصحابك، والله الناس بحفروا بالخندق والناس قفة في التراب والغبرة والشوب، والنبي عليه الصلاة والسلام بحفر، صحابة كلها بتحفر، كلهم بيشتغلوا مع بعض، والصحابه شافوا الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. راح سيدنا عبد الله بن سيدنا جابر بن عبد الله زرق هيك على البيت، قال للمراه شو عندنا؟ قالت والله ما في غير الحلوب، الحلوب يعني العنزه اللي بنحلو بها، قال اذبحيها. ذبحت العنزه وسوت غدا للنبي عليه الصلاه والسلام. اجى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله، سيدنا جابر قال يا رسول الله غديه؟
لك ولبعض أصحابي يعني تعال أنت وخمسة ستة. وسيدنا النبي أذن بكل أهل الخندق: يا معشر الخندق، إن جابرا قد صنع لكم طعاما فحيهلا. الله محييكم، لأن النبي ما بيجوع الناس جوع، ما بيشبعوا الناس جوعانة، ولا جماعة النبي بتشبع والناس جوعانة. أيوة، بلش جيش الخندق، جيش الخندق كله بزحف بزحف على بيت سيدنا جابر. تخيلوا جيش وبزحف، جيش وبزحف باتجاه بيت جابر. طلعت المرة هيك شوها، وانه بقول هو اللي أمرني النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: رسول الله دعا، النبي هو اللي عزمهم. شوف بالله عليك حسن الظن، قال لها: والله أن رسول الله قد دعاهم. والله ما هو أنا اللي قلت له، هو اللي دعاهم. شو قالت؟ شوف بالله عليك حسن الظن يابا، يعني سوان زما. شوف بالله عليك شو قالت حسن الظن، شو قالت؟ قالت: هو أعلم بما صنع، مدام هو اللي عزم معناته خلاص اتركه، هو بيدبر حاله. صلى الله عليه وسلم، شو بالله عليك الإيمان، هو أعلم بما صنع. ونزل هالجيش، عسكر جيش النبي كله 10,000 عسكري، عسكر كلهم حوالين هالخش اللي بيسكن فيها، ساكن فيها عبد الله سيدنا جابر ابن عبد الله. عسكر جيش كامل حوالين هالدار، ودخل النبي جوا على الغرفة. ومشو ساكنين؟ ساكنين في فيلا، هم أخذين فيلا بالكرسي اللي بدابوك، ما كل اللي عندهم خشة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم جوا، قال لها: اسمعي، لا تخبزي غير تقولي لي، ولا تسكبي تغرفي من الأكل غير تحكي لي. شوي ساعة الزمان، قالت: يا رسول الله، خمر العجين ونضج الطعام. قالها: طيب يلا. فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم على المعجن فقرأ: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ونفخ على العجين وفتح غطى طنجرة وقرأ عليه: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ونفخ عليه وقال: يلا يا شباب. ودائما في شباب بالمسلمين اسمه شباب الخدمة، شباب الخدمة، يلا يا جماعة الخدمة اللي عليهم الخدمة اليوم اغرفوا. وبلشت الشباب اللي يخبز واللي يطلع واللي يغرف واللي يسكب. قالت: وأنا واقفة أنظر إليهم يأكلون ويصدرون، يأكلون ويصدرون، يأكلوا يطلعوا، يأكلوا يطلعوا، يأكلوا يطلعوا. قالت: حتى صدر الجيش كله، الجيش كله أكل، وإني لأنظر إلى الطعام كأنه ماموس، كأنه ما واحد قرب عليه. سبب الثقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحسن الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، حسن الظن بالله أنه رب لك ما بيضيعك، وأن الله يختار لك أشياء أنت في ظاهر الأمر قد ترى فيها السوء، ولكن في حقيقة الأمر أن الله يسوقك إلى حيث سعادتك وأنت لا تدري. وراح التاريخ كله سجل، المرأة الوحيدة في العالم، المرأة الوحيدة في العالم اللي طبخت لجيش كامل هي زوجة جابر ابن عبد الله، ودخلت التاريخ من باب الكرم. بس هي كانت تحسن الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام. واللي عزم جيش كامل جابر ابن عبد الله، ودخل التاريخ من باب الكرم. ولليوم نحكي قصة جابر ومرت جابر وبيت جابر وكرم جابر. وبكفيك يا جابر إنه النبي دخل عبيتك، وبكفيك يا جابر إنه النبي سكب أكلك، وبكفيك يا جابر أن النبي قرأ على زادك وطعامك. ولليوم راح نذكرك السبب حسن ظنك بالله، حسن ظنك بالنبي عليه الصلاة والسلام. إحنا اليوم كلنا مطلوب أن نحسن الظن بالدين، نحسن الظن بمشايخنا وبعلماءنا وبأحكامنا وبقرآننا، وتحسن الظن ببلدك، وتحسن الظن بنفسك أول ما تحسن الظن. في ناس عايش على الخماخم على الرمارم بس بدور وين في فضيحة، وين في مشكلة، وين في كذا، لأنه هو هذا طبعه. في ناس بدور على الكبائر، بدور على العظام، بدور على القمم، بدور على رؤوس الجبال، بدور على النخوة، بدور على الشهامة. وفي ناس أجلكم الله وين في مجاري سائلة بركض عليها. الناس طبائع، على الطيور على أشكالها تقع. علمي في أولادك يا أختي اللي بتسمعيني، علمي في أولادك الكرم والخيارة، وعلمي فيهم أن يعشقوا قمم الجبال حتى لا يعيشوا أبدا بين الحفر. علمي أولادك أن راس الجبل هو هدفك، وتحسن الظن بالله، وتحسن الظن بنفسك، وتحسن الظن بشخصيتك، وتحسن الظن بدينك، وتحسن الظن بإمامك، وتحسن الظن بشيخك، وتحسن الظن بوالديك، تحسن الظن وتعمق ظنك بالله عز وجل أن الله لا يضيعك.
وليش الناس بتدخلوا بشغل بعض؟ فلان اتجوز، فلان طلق، فلان رمل، فلان، ليش بدخل؟ ما هو لما فيش عنده ثقة بنفسه، فيريد أن يذكر معايب الآخرين عشان يغطي على عيبات حاله. كل إنسان يبلش حاله ونحسن الظن بالله عز وجل. إحنا كلنا نحسن الظن بالله أن الله سيعز دينه، أن الله سيرفع قدر أهل الإسلام وأهل دين الإسلام. نحسن الظن بالله عز وجل إن شاء الله أن الله عز وجل يجعل هذا البلد دائما بلدا طيبا آمنا مستقرا سخاء رخاء. كل ما يقول يا رب.